السلام عليكم. اختلف علماء النفس في ايه هي اشهر وافضل وسيلة تساعد على الراحة النفسية والهدوء النفسي. بعضهم قال الرياضة لانها بتساعد على تنفيس الطاقة السلبية من الجسم وشحن الجسم بطاقة ايجابية، والبعض قال لا، ده احسن وسيلة هي الفضفضة، ويا سلام لو مع حد متخصص هيقدر يفيدني ويساعدني في ان انا امر بالازمة النفسية وكم المشاعر السلبية اللي جوايا. والبعض قال لا، ده أفضل وسيلة هي التحرر من المشاعر دي عن طريق الورقة والقلم والكتابة، وإن أنا أفرغها كلها في ورق وأحرقها أو أقطعها. أنا بقول لكم أفضل وسيلة هي اللي ربنا قال عليها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وخصوصا ذكر الحمد، الحمد لله، وذكر الاستغفار. قد إيه بيريح فعلا نفسيا، وطريقة مجانية سريعة ما بتاخدش وقت. ويا سلام لو انت بتفتكر نعم ربنا فعلا عليك وانت بتحمده، او فعلا تفتكر ذنوب معينة تستغفر منها وانت بتستغفر، تساعدك على انك تكون مركز وناخد ثواب وكمان نرتاح نفسيا اكتر. هي دي افضل واحسن وسيلة على الاطلاق.